السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة جديدة من الحلقات ديال النصائح وحي اللي كنديروا في قناة جواب كيف. إذا اليوم عندنا حلقة خاصة فيها شقين، الشق الأول هو شكر، والشق الثاني هو كيفية استعمال أو مشاركة التقنية اللي كنستعمل أنا في الكروما لإزالة الخلفية اللي كاينة ورا الخلف ديالي أنا، باش كنزولها ونغيرها أو اللي كنجعلها شفافة. يعني التقنية اللي كندير أنا غادي نتقاسمها معكم إن شاء الله. إذا بالنسبة للشكر، أنا كنبغي نشكر المصمم العتابي السي نبيل وعزاني على المبادرة الطيبة ديالو والتلقائية اللي جات من عنده. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على التصميم ديال غلاف القناة. إذا من هذا المنبر هذا كنبغي نحييه ونقول ليه برافو عليك وشكرا بزاف، وأنت محترف، بارك الله عليك، الله يحفظك والله يطول في عمرك، ونتمناك تزيد دائما الأمام. بالنسبة للحلقة ديال اليوم، الطريقة اللي كندير هي هدية للجميع والسينابيل أيضا. تقنية بسيطة، يعني اكتشفتها غير بالصدفة. كان عندي مشكل ديال الكروما، تنبغي نحيد الخلفية، خصني نقلب على شاشة، خصني يعني فيها أدوات، فيها بزاف ديال الخدمة. واحد النهار لقيت واحد الطريقة، استغليت الطريقة ديال مايكروسوفت تيمز. حنا تنخدموا بمايكروسوفت تيمز في التعليم، لقيت فيه واحد الخاصية ديال فلوتي لاغيغ بلون. قلت راه نجربها ونشوف التقنية كيفاش غادي تخدم. إذا غادي نوريكم التقنية. أولا تنفتحوا الكامتازيا باش لونسيو لونغوجيسترومون. إذا كيما داير أنا دابا، وأنا ملونسي لونغوجيسترومون وخدام دابا بالكامتازيا. من بعد أش غادي ندير؟ غادي نوقف. قبل ما نوقف غادي نمشي نفتح باش نخلي الكاميرا خدامة. إذا غادي نفتح التيمز، مايكروسوفت تيمز هو هذا. إذن هو مايكروسوفت تيمز هو برنامج ديال التعليم عن بعد ولا ديال التواصل عن بعد بالنسبة يعني للشركات أو للمؤسسات التعليمية. كنجي كندير ديماغي إن غيونيون، كنلونسي واحد الاجتماع. إذا ديماغي فوالا. إذا الكاميرا أولا ما خداماش لأنها خدامة في الكامتازيا. إذا خصني نديزاكتيفي لاكام ديال الكامتازيا باش تقدر تخدم في التيمز. اذا على بركه الله نمشيو هنا ديزاكتيفيو من هنا، وغادي نمشيو هنا ونديزاكتيفيو الكاميرا. اذا باش نديزاكتيفيها خاصني ندير واحد البوز فسميتو. اذا غادي نبوز واحد جوج ثواني. لان فوالا انا ديزاكتيفيت لاكام في الكامتازيا. غادي نعاود نرجع لمايكروسوفت تيمز. إذن أو مايكروسوفت تيمز، غادي نحاول نخدم لاكام دابا. إذن لاكام خدمات. اللي كتلاحظوا دابا أن الخلفية ديال الغرفة اللي أنا فيها، إذن هي هادي. إذن أنا بغيت ندير لاكام تبان في الفيديوهات اللي كندير فيهم الشروحات ديالي، ولكن بغيتهم يكون باش ميشوش هاد الخلفية، تشوش على الفيديو ديالي. كنبغيها تكون خلفية شفافة. إذن كنجي لهاد الخاصية هادي، فيلتخ داغيغ بلون. هنا فيلتخ داغيغ بلون، هاهو فوالا. كندير كليك فوالا، كيعطيني واحد المجموعة من لي فيلتخ، بزاف ديال الخلفيات كيعطيهم ليا. إذن عندي كاينة فلوتي، يعني كيخليها فلو مكتبانش، يعني داكشي اللي في الخلف مكيبانش. يعني هذه تقنية جميلة جدا، وكاينة أيضا حتى في جوجل ميت. غير جوجل ميت فيها بزاف ديال كيحتاج واحد التقنية خاصة تكون في الكارت جرافيك. بالنسبة للتيمز لا. إذن لاحظوا كاين بزاف ديال الخلفيات، إذن هما بزاف كلهم صالحين للاستعمال. يعني اللي بغى يدير شي خلفية يديرها، ولكن حنا عندنا الغرض بخلفية شفافة. إذن اش غادي ندير؟ غادي نجي غادي ندير اجوتي نوفو. ها هي كاين عندي هنا اجوتي نوفو فوالا.
وكنمشي كنختار واحد الخلفيه صوره مصوبه بالبوربوينت، راه لي ديمونسيون ديالها 1280 على 720 بي ان جي ولا جي بي جي، هادو هما كاع الصيغات اللي ممكنه، هما بي ان جي جي بي جي جي بي ان جي بي ام بي، كلهم هادو مقبولات. خديت اللون من جوجل، درت جوجل ايماج، قلبت على كروما الالوان كاع اللي ممكنه تكون في الكروما، اذا اختاريت هذا اللون هذا اللي شائع هو في الباوربوينت، صوبت واحد ديابوزيتيف بنفس اللون، كله بنفس اللون، وصوف غارديتو كوم ايماج، وهذا اذا هنا انا سيليكسيوني فوالا اوفغيغ فوالا. اذا كتلاحظوا ها هو ولات عندي خلفيه ديال كروما هنا فوالا، وبقيت تنبان غير هنا، ما بقاش تبان الشاشه لاي ديك الخلفيه ديال الحائط اللي ورايا، ما بقاش كتبان، وليت كنبان غير انا. مزيان، دابا غادي نمشي غوجواند ماتنو فوالا، يعني غادي ندخل لاغينيو فوالا. انا ما غادي نزيد حتى بارتيسيبون، اللي كيهمني هو انا فقط، دابا غنسد هادي وغادي لونسي لونجيسترومون، غنجي لثلاثة د النقاط وندير اونجيستر. بامكاني نعاود نبدل هنا سميتو لي زيفي، اذا غادي نجي ندير اونجيستري ديماري لونجيسترومون فوالا. اذا ما نبدا الكلام ديالي ولا ما نبدا الشروحات ديالي حتى يبدا، هو فوالا. اذا دابا راه التسجيلات ملونسين، اذا نغيدوي هادي واخا ما تبقاش تبان، نغيدوي هادي ونكمل الشروحات ديالي على اي موضوع بغينا نديروه. مثلا نعطيكم الكروما، مثلا كيفاش درت ليها، مثلا نفتحوا الباوربوينت في نفس الوقت كنفتح جوجل فوالا، كنمشي تندير في لا ريشيرش اكران فير، اكران فير، اكران فير، هما فوالا. مثلا هما فوالا، انا كيهمني غير اللون بلا ما نتيليشارجي، لان عندها حقوق ديالها، اللي كيهمني اللون. كناخد شي قصاصة من هاد لاباج هادي فوالا، كوبي فوالا، نجيب هاد الباوربوينت كولي فيديو الخطوة من الكتابة عناوين فوالا، شي conception، رجعت conception، mise en arrière، mise en arrière-plan، mise en forme، remplissage uni، نمشي لا couleur، pipette، وناخذ هذا اللون هذا، فوالا، وأنا قضيت الغرض، ها هي، ندير انغوجيستري فيشيي، انغوجيستري سو، فوالا، مثلا هنا، باركوغيغ ايماج، نجي هنا نسميها كروما، مثلا انا كاين عندي كروما 1 نسميها كروما 2 فوالا بي ان جي، اوكي ها هي كي ديابوزيتيف فولو اكسبورتي سيلوي سي اونيكمون فوالا. اذا هذه طريقه غير باش نصوبوها كايماج نخدموا عليها. اذا نرجعوا للتسجيل ديالنا، اذا نمشيو نوقفوا التسجيل ديال مايكروسوفت تيمز فوالا، اريتي لونجيسترومون هيا اريتي، انا درت وقفت التسجيل.
بالنسبه للتسجيل واحد شويه غادي يبان، غادي نسد هذا الكيتي لا غينيون فوالا، غادي نجيو للتيمز. اذا ها هو التسجيل اللي عندنا، وهذا اخر التسجيل، ما فيه 12 دقيقة و 52 ثانية. عفوا فيه تيرميني في 12 دقيقة و 52 ثانية، ولكن فيه 7 دقائق و 14 ثانية. إذا غادي نفتحوه أوفغيغ دون وان درايف. فوالا إذا نفتحو ونقلبو على الكوردين الفيديو اللي مسجلين عندي. إذا هو هذا جديد، هذا قديم. فوالا تيلي شغل. الفيديو فيه 48 ميجا. فوالا انتهى التحميل. اذا نسدو هادشي كلو. فوالا تيمز حتى هو. فوالا نمشيو نرجعو للكامتازيا ديالنا. فوالا الفيديو ديالي مثلا هو هذا. اذا هذا الاولاني، غادي نحاول نحيد هاد الفيديو، هاد الاولاني هذا اللي كاين. اذا فوالا لا كام كاينه هنا اللي فيها الخلفيه، اذا غادي نحاول نحيدها ونابورتي الفيديو اللي تيليشارجينا الاخر ديال تيمز، مايكروسوفت تيمز. كندوزو التراك الثانية و كنتريتي على حساب بحال وقت الانطلاق و وقت على حساب الوقت اللي عندي. إذا نشوف ملي غادي يبدا التسجيل مثلا من هنا، نقطع هاد الطرف هذا نحيدو. فوالا من هنا فوالا، غادي نجي نكليكي على الفيديو و نمشي نزول الكروما بكل سهولة. فوالا دان فيزيي بروبريتي، طلع هادي و نجي كالر. فوالا سيليكت كالر. فوالا نعاودها مرة أخرى. فوالا الشاشة ندير فيها شحال بغيت. فوالا ونخليها مع الفيديو ديالي. فوالا خليها كما بغيت. اذا الفكره هي هذه، تتلاحظوا دابا الخلفيه شفافه. اذا هذا هو الغرض من هذا الفيديو هذا. نتمنى ان الطريقه تكون عجبتكم وتكون مفيده، وشكرا لكم على المتابعه.